خلونا نروح لاخبار كره السله. والنهارده اتحاد كره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه خد عده قرارات مهمه على خلفيه احداث مباراه الزمالك وسموحه في دوري السوبر واللي اتلعبت امبارح على صاله نادي الزمالك. قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله في اجتماعه النهارده توقيع غرامه ماليه 30,000 جنيه على نادي الزمالك، وده بسبب دخول الجماهير والتعدي باللفظ على الفريق المنافس نادي سموحه طبعا في التوقيت ده، وده اثناء مباراة الفريقين في بطولة الدوري العام الممتاز ألف رجال، مع إنذار النادي بنقل ماتشاته خارج ملعبه لو اتكرر الموقف ده مرة تانية، ولن يسمح بدخول الجماهير لأي ماتشات وبيسمح بس لأعضاء مجلس إدارات الأندية. ده خطاب رسمي من النادي بيوصل له تفويض مراقب المباراة في حالة عدم التزام النادي بإلغاء الماتش، كمان في حالة عدم وجود أو في حالة وجود أي